انا هنا ليه؟ ظبطناك بتوزع المنشورات دي في شارع قصر النيل. انا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. امال فين المقدم معتصم الالفي؟ الالفي خلاص ما عدلوش دعوه بيك. انت دلوقتي تبعي من اختصاصي قضيتي. عرفت ازاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان ايه؟ كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم.